المجلس الاعلى للشباب لولايه طرف اليوم الفعاليه الشبانيه المخلده لذكرى اندلاع الثوره التحريريه، حيث قمنا بعمليه تشجير بحديقه مربطيه بحضور السيد امين العام والسلطات المحليه والحمايه المدنيه، وبحديقه طنجة قمنا بحمله نظافه والتبرع بالدم بحضور شباب ولايه الطارف. قمنا بحمله تطوعيه لغرس الاشجار لمحو مظاهر الحريق، كذلك قمنا بحمله تنظيف على مستوى محميه طنجة. هذه العمليه هي عمليه جد انسانيه بالدرجه الاولى، وربما ستساعد اخواننا واخواتنا المرضى للاستفاده من هذه القطرة التي ستعيد اليه الحياه من جديد، فهي كلها خير وبركه. فرح كبير بهذا النعمه من عند الله عز وجل بتساقط امطار بعد ايام عيجه.